لسه في اللجنة، في لجنة الصحة واللي حصل فيها وأهم المقترحات والأفكار اللي تقدمت. بينضم لنا دلوقتي على الهوى أستاذ محمد غنيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. بعد التحية طبعا يا أستاذ أحمد، انطباع حضرتك ورأيك في اللجنة النهاردة وفي الاجتماع وأهم الاقتراحات والأفكار اللي اتقدمت بيها، اتفضل يا فندم. مساء الخير استاذه لبنى، مساء النور على برحب حضرتك. بحضرتك وبالساده المشاهدين. طبعا النهارده كانت مشاركتنا في المحور المجتمعي في ملف الصحه، تعرضنا وعرضنا قمنا بعرض مجموعه من المشكلات والتحديات في القطاع الطبي، منها الزياده السكانيه والتي تعرقل خطه الحكومه في تحسين جوده الخدمه الصحيه المقدمه للمواطن المصري، ايضا مشكله تراخيص المنشات الطبيه سواء كانت عيادات او مراكز طبيه او مستشفيات، بالاضافه الى العجز في بعض الادويه، وايضا ضعف الاستثمار الخاص في المناطق النائيه. قمنا بعرض بعدها مجموعه من التوصيات والمقترحات. طبعا قلنا ان هيكون طبعا يا ريت يبقى في موبايل ابلكيشن يتم من خلاله ارفاق المستندات الخاصه بتراخيص المنشات الطبيه، ويتم رفعها على هذا الموبايل ابلكيشن، وبالتالي يتم بعدها تحديد موعد للمعاينه، بالاضافه الى تحصيل رسوم النفايات الخطره الدوريه. طبعا احنا عارفين ان العيادات والمستشفيات بيبقى عندهم تحصيل دوري ورسوم للنفايات بصفه دوريه، فطبعا احنا هنسهل ساعتها على المنشات الطبيه ان هم يقوموا بالدفع الالكتروني، وده في حد ذاته هيدي فرص اكتر للاستثمار الخاص في القطاع الطبي لما هذه الاجراءات تكون مبسطة وميسرة بالنسبة للمستثمر. أيضا قمنا بعرض فكرة استحداث تطبيق إلكتروني تقوم هيئة الدواء المصري بالإشراف عليه وتشارك فيه نقابة الصيادلة وشركات الدواء، وطبعا احنا عارفين ان الاطباء حديث التخرج والصيدلانيين ايضا يحتاجوا معرفة جميع الادوية المتاحة في السوق المصري. طبعا من خلال الابليكيشن ده هنقدر نضع عليه جميع الادوية المتاحة في جميع التخصصات، الطبيب والصيدلي يلجؤون مثلا لي انا عايز اعمل يعني سيرش على ادوية القلب، فلاقي كل الادوية المتاحة في السوق المصري موجودة. ده بالنسبة كانت اهم الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة في محور الصحة. وايضا لا ننسى ان توفير مناخ امن للطبيب للعمل وتحسين اجور الاطباء ايضا. تمام، فكرة الابليكيشن ده برضو فكرة يعني جديدة ومهمة، وهنا بقى العصف الفكري انك نقعد مع بعض ونتكلم ونفكر ونطلع بحاجات جديدة ومختلفة كلها تصب في الهدف اللي بنتكلم عنه، تقديم رعاية صحية متميزة للمواطن المصري. بشكرك استاذ محمد غنيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.